البريذنج سيستم عموما زي ما كنا بنتكلم هو الانترفيس بين البيشنت وبين الفنتليتور. هو عباره عن لو مثلا بعتبر ده هو البيشنت بتاعنا، الانترفيس بين الجهاز وبين البيشنت هو الانابيب اللي بين الاثنين، واحده فيهم عباره عن انبوب للانسبيريشن وفي عندنا انبوب ثاني للاكسبيريشن. عاده بيبقى الانابيب دي بيبقى فيها عندنا يعني حاجه زي دايركشنال فالف، بحيث ان الهواء يمشي بالدايركشن المفروض يمشي فيه بس ما يمشيش في اي دايركشن ثاني، وفي نفس الوقت بيسكلي ده بيعمل انترفيس للبيشنت بحيث ان هو يعمل له ديليفري لكميه الهواء بالبريشر المطلوب بحيث ان هو يعمل عمليه الفنتيليشن بشكل سليم. طبعا بيبقى في عندنا زي ما كنا بنتكلم قبل كده لازم يبقى في عندنا حاجه تعمل لنا ادابتيشن للهواء بالنسبه للهيوميديفيكيشن وبالنسبه لدرجه الحراره، دي هنتكلم عليها دلوقتي، بس هي عامه بتكون في الجزء اللي هو بين بعد ما عملنا توحيد للاثنين، يعني الجزء اللي فيه كومن كونكتور هنا كده بيبقى فيه هنا حاجه بتعمل هيوميديفيكيشن وتعمل في نفس الوقت يعني وورمنج للهواء اللي رايح للبيشنت بحيث ما يبقاش عنده مشكله. بالنسبه طبعا الانابيب نفسها بيبقى شكلها كده في الواقع، بيبقى شكلها طبعا بيبقى في عندنا فرعين بالشكل ده كده، واحد للانسبيريشن واحد للاكسبيريشن. ده الفرع دوت اللي هو في الاخر بيركب في الماسك اللي هو البيشنت بيلبسه بحيث ان هو في الاخر هو ده من خلاله يتم عمليه الانسبيريشن. الحاجه المهمه جدا لازم ناخدها في اعتبارنا بالنسبه للفنتليتور، لان هو ده في شبه شويه من نفس الفنتليتور الموجود عندنا في جهاز التخدير، جهاز التخدير داخله فنتليتور، بس الفرق الاساسي في الاي سي يو فنتليتور عن الفنتليتور الموجود في الانستيزيا سيستمز ان بيبقى بيسكلي هنا ممنوع ان الهواء اللي خارج من البيشنت يرجع له تاني، فعشان كده بنسميه البريذنج سيركت بتاعتنا هنا بنسميها نون ريبريذنج سيركت، معناه ان الهواء اللي بيخرج في الاكسبيريشن لا يسمح له ان هو يرجع تاني يبقى انسبايرد باي ذا بيشنت. عشان كده الهواء اللي بيخرج في اتجاه الاكسبيريشن مش مسموح ان هو يرجع تاني، لازم يبقى في فالف هنا بيمنعه ان هو يرجع تاني بالنسبه للبيشنت في عمليه الانسبيريشن.